السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ مثل ما وعدتكم رح نرجع نكمل دورة الشعبي. اليوم رح ناخذ اغنية معكم سولو وننفذ عليهم التمرينات اللي اخذناهم. رح ناخذ اغنية نعيم الشيخ لو خانوا اني ما خون، و يعني شو بدي اقول لكم، رح ناخذ معكم سولو يمكن مش لها، بس انا بيهمني ناخذ شيء من التمارين وننفذه اللي عم نعملهم. وكمان اللي ما بيعرف لازم يعرف انه انا ماني عازف شعبي، انا عم اتعلم الشعبي وعم اعلمكم معي بنفس التوقيت، تمام؟ يعني انا شو عم يطلع معي شيء بالعزف السماعي عم برجع اعلمكم اياه، وعم شوفه مناسب انه تتعلموا فيه، وما بدي افوت فورا بالعريض يعني اقول لكم انا عازف شعبي يلا تعالوا اعلمكم، لا، عم نتعلم خطوه خطوه. هلا راح اعزف لكم مقاطع وارجع اعلمكم اياها باصبع واحد، بس بيهمني تنفذوا التمارين اللي بالدروس تبع دورة العزف الشعبي. فاللي أول مرة بيشوف هذا الدرس بيرجع بيشوف الخمس أو ست فيديوهات السابقات اللي هم التمارين. واللي ما مشترك بالقناة يشترك، وشباب حطوا إعجاب، خلي هالفيديوهات تنتشر شوي، خلي الكل يستفاد. إذا أنت استفدت، إذا ما استفدت حط ديسلايك ولا تنشر الفيديو. طيب مثلا خلينا ناخذ هذا السولو. هذا المقطع كيف بنعزفه؟ هذا هيك نضرب هون ضربتين بعدين ضربة على اللا. نحن على فكرة نسيت لكم عم نشغل كتكفتي سرعة 105 مشان التمرين يكون بطيء، هو العزف 110، بس خلينا نحن على 105 واخدين كورد اللا، تمام؟ نضرب ضربتين على اللا بعدين ضربة، ثلاث ضربات يعني. سهل ما بده شيء، هذا بيطلع معك هيك. تمام، هذا هو كله، هذا اول سولو. نرجع ناخذ سولو ثاني اللي هو خلينا مثلا ناخذ بس نخلصه وناخذ هذا مثلا. مثلا هيك. في عنا شيء ثاني فينا ناخذه اللي هو يعني هذول ضربات كلهم زيادة يعني. اللي بعده رح ناخذ يعني نحن خلصنا هيك. هذا كيف يتنفس اللي هو هذا الصوت مش ضابط اصلا على 800.
ما عم استخدم البدال في الاصوات عم تاخذ وتعطي. طيب انا بهمني تتعلموا المفاتيح، كنت اشتغلت على الفيتري لو بدي افرجيكم العزف. طيب نحن بدنا نتعلم هلا، ما بدنا نعزف فيتري لانه هذا كبساته اقصى انا بتمرن عليه. طيب هيك يعني انت على طول رشفة الأصابع لازم تكون موجودة. مسك تنهي هون عشان تكون على نسق واحد كل السولويات. طيب الأغنية لو خانوا أني مخون تبدأ من حرف الدوم. هذا المقطع الأول. عندكم إياه المقطعات. المقطع الثاني. هاي بنعطيها نقز الصول يعني تمام. عيد لكم مقطع الأغنية يمكن استعجل شوي شوي، خلينا نبلش فيه هيك. هلا بنعيدهم كلهم بس على الرواق ومجموعين مع بعض نشوف شو راح يطلع معنا. يمكن انا ترتيبي غلط، يمكن ما يعجبكم، انتم شوفوا اللي يعجبكم وطبقوه. يعني انا ما بيهمني شو راح يطلع العزف بالنهايه، يهمني يطلع العزف صح، بس اللحن صح مو صح للاغنيه مو للاغنيه السولو مو مشكله. نحن عم نتمرن هلا وانا عم شوف لكم الشغلات السهله، ما بدي افوت لكم الشغلات اللي بتعقدكم يعني. تمام انا يمكن عم اتمرن على شغلات ثانيه بس نرجع شوي شوي بعطيكم اياهم، بس خلينا هلا على الشيء اللي نحن بنقدر عليه كمبتدئين. طيب معلش انا فاتت عندي بنتي خربطت الموضوع كله. ايه كنا بتعرفوا انا بهالكم يوم اعذرت العازفين ليش ما بيعلموا شعبي للامانه والله العظيم، لانه الاصبع الواحد ما بيتعلم، يعني الشعبي ما بيتعلم باصبع واحد، بس انا عم حاول يعني عم طول بالحفظ باصبع واحد اكثر ما طول بحفظ المعزوفه لما اسمعها. يعني مثلا هاي هيك بعزفها سريع، انا بس اسمعها يعني بشوف العازف كيف عم يعزفها او بسمعها بعزفها، بس على اصبع واحد توفيها صراحه.
فبدنا منكم دعم للقناه يا شباب، الله يخليكم، لانه الفيديوهات هلا رمضان مش مشكله يعني، ما حدا عم يدعم ما في مشكله، بس يعني الاعجابات صفر صفر بالقناه. يعني ما بعرف والله العظيم، صار لي سنه بحكي بس على الفاضي. اذا حابين نكمل وعن جد تكتشفوا العزف الشعبي وتعرفوا العزف الشعبي وتعزفوا شعبي، طب دعموني بس بلايك، ما بدي منكم شيء، والله ما بدي منكم شيء، حتى مشاركه ما بدي منكم، بس حطوا لايك للفيديو، خليه شوي ينتشر، خلي الناس تشوفه. يعني في شباب بيستاهلوا اكثر من هيك اللي عم يشوفوا الفيديوهات عندي، واحلى اصحاب هني، وانا مستعد ارفض كل الطلبات، ما عندي مشكله، بس انه بس اللايك، ما بدي شيء. شكرا لكم حبايبي، وان شاء الله بكره بعد بكره في درس ثاني واطول من هيك، ورح نضل نجمع السولويات لحتى اخليكم تعزفوا ساعه كامله سولويات بدون اغاني، وهي السولويات بتدخلها حسب الاغنيه وشو بيلبق لها وشو ما بيلبق لها وكيف بتفوت بالمقامات، وكله رح نحكي عنه. وفي دروس جدا مهمه بالايام الجايه عن البيتش باند للتقاسيم، كثير حتنفعكم. شكرا لكم، رمضان كريم، وتدربوا يا شباب، تدربوا، اهم شيء تدربوا.